شيخ سائل كان كوباد وحولي هي قرآن كان مركا نخرين ايو عن روفتا ايا افكيغا كوبادتا زائد نماها حدي ان لقو صونكو وحمية يلي سابلي. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد عن روفتا اما هيراتا اما هبطنا تلقيت ديضو صونكا حوما يشو وإلهي نحريستي سيكمته تبارك وتعالى شدينك بني آدمك إنو قيانا ذو أي عن روف تاس إلهي أسمي يحيك مدك لو بضن سيداز درادت كمد ماها وحيا لها إلهي نقو كلفي مركان صومنا هاي إن عن روف تا تفنو نلقو ما كلفين وعلى لقيا أدو الروح اللي قنا الصوم كيسو حمي يليسو وهذا بإجماع العلماء بخلاف سني مشر مسلداس والإسلاء أقول يهي والله أعلم. بارك الله فيك. السائل كان واضح أقول يهي حدي أن تجني تراويح ذا عكست افتتاح مياه الله إقربا حدي أن كتغوص صح مياه دعاء الاستفتاح وكوضا مياه ساس إن شاء الله دعاء الاستفتاح ذا وحاون لتشديي صلاة دا مركا لقلو فقعد أقوه رئيسا مركا للتكبير صدو انت انفاتح هذا الأخرين ايا دعاء الاستفتاح دا سيادة وميشيد وهلكا اما وجهت وجهي للذي هنقطو اما أدعيدك له هنقطو مركا هلكا سيقشا صلاة دا بالله وكيادة لكن رقعدها كلي صلاة دا مقشو ولازم ركعتك صلاه صلاه تكنس اما واجب هالنقطة اما سنة هالنقطة ان اظن الدعاء الاستفتاح التي ما دمرك استاكت وما بهنا وردك جليسا فتحدي القران كي بظهرك جليسا مركا وما بهنا الى سعود عريس نعم جزيتم خيرا سائل صدحات وحن تعالى وقف دمر وحولي هي وحان استعمالي دوذا المها لو كل فوقيو وحايقو كانتي علت انو ديقو اغا سعودو انت بدن قاب كين أصوما لو مدوي اللي داسي ويدعا دايو هرتو حكينا داوين كان انت بدن الله استعماله اما ان دالمدى لغو قويو اما دالمدى لغو كلفوغيو اثار تجانبي جاي لاتي ما دي كمتا يعني عادد ورهرتو وحلية دي ايمان شرتي يسيابه او ايمان شرتي يعني كورهرتو لو مدوي مركا هدي ليجا قابك أو إسوب الدلي عدده أي نقطة واحد شوكتاه وأن كلا جوئين ومروا البتاعن هذه النقطة مركز يروح نقنيا ليك فرن وها استحاضة وها مركز ليك فرن كنا وليك شوكتا ذي مروا البهوين إذا كصعدة كاسي وحوي وحول الحكم يهاي سيدا ليك سيدا هوين إذا الظاهر كوكلا أو ويسوميسا ويتوكنيسا ninkeedii way is arki karaan sida taahir oo kale noqonaysa kaliya uu dhigaasay isaga nadiifin lahayd oo baa looga baahnaaya iyo saaxiibo badan qabaan in salaad loo uu is qaadato laakiin soonki way soomaysaa haduu dhigu joogtay hadii uu dhigu uusan joogta ahayn oo marna go'ayo marna soo noqonayo haba isku dhadhawaade markaas waxa weeye markuu go'ana waa inay qabaysato oo ay soonto oo salaado مركو يمادنا وإني إسكا ديسو عباداتكي عاددو ديدي جيرتي ننك يدنا مركا اسماء الكرانو مركا وحاي كالدغان تا إني عادة قبتو إسلا مركا هدنا مركا لوحاي أبان تهي إن لفيريو ديقة صفات كيسا ديقة صفات كيسا ديقة عاددو وحولي يهي صفات وكقدو وين يهي ديقة قكالي ديقة ديق فرنكا أما دور فرنكا ليلا هذا إيا كان عاددو نويكال دوينيهن حالي كل الدوين نوحة كم إذا محاول الصفات كي كل الدوين هنا مثلاً ليك عدد أركا يمد بكو وكد وياه كان كله مركا هدي وليك شوكتر نقضينا وديك فرن هدوس شوكتر هنا مرنا جوا أي مرنا صار نقول يانا مركاسي سداسي يلي سأل الله أعلم سائل كفرات كلي هاي حنلي هاي أفقلين مر والبو مر يعني وحنلي أفقلين مر والبو marka hadii aan biyo iska wato oo markasta oo afka ay qalalo aan ku qoysto afka
dhib miyaa ku jira xagga soonka? soonka waxa jabiya waa wixii jidiinka dhaafa u ahay, wixii la liqaa soonka jabiya. Laakiin wax afka galay oo uu ruuxu soo tufay soonka waxba ma yeelayo, ama biyo ha noqdo ama cunto ha noqdo. sidaas daraaddeed baa markaan weysaysanayno sooma luqluqanayno, soo biyo afka aan gelino soo tufnay maaha. ruuxii marka haddii afku ingegayo oo biyo wato intuu markii afku ingegabo intuu ku luqluqdo uu haddana iska soo tufayo, soonkiisu waxba ma noqonayo, bal wuxuusan waxba noqonaynin. haddii hooyada ama haweenayda afurka diyaarinayso kale u baahato inay cuntada dhadhamiso, intay dhadhamisay iska tufi karaysa. bal a'imadii salafka qaar ka mid a waxaa ka sugan inay yidhaahdeen xataa xanjada ruugideedu inaysu suunka jabinayn, laakiin waa xanjada aan lahayn, aan dhadhanka lahayn, sidii tii geedaha laga soo goyn jiro kale, soo ma? maxaa yeelay waxay ruuxa ku biirinaysa ma jiro, waa uun candhuuftan bay badinaysaa, soo ma? candhuuftana markii hore waa la iska liqi karay. marka almuhim waxa afka gelaya ka soo noqonaya soonka xuma yeelaya, dhib male marka inuu biyaha af ku qoysto. wallahu aclam. jaziitum khayran. saa'ilka shanaad wuxuu leeyahy, waxaan joogaa bakistan, dalkaana mar walba waxay caalamka ka dambeeyaan hal maalin. anoo marka bakistan jooga, haddii bishii laga arko soomaaliya ama kenya iyagana ay soomayaan bakistan bukooda, maalin kadib yaan la soomayaa ma bakistan mise dalka soomaaliya kenya? waddankaaad joogto ayaad la soomaysaa lana afuraysaa. haddii waddanku uu aragti midaysan ku soomayo kuna afurayo, ama ha dib dhaco ama ha hormaro isaga raac. haddii waddanka dadka jooga ay qaybsan yihiinna, aragtida hore raac. bakistan dowlad baa ka jirta, madhab xanafi la yidhaahdo madaahibta fiqhi ka midana way haystaan. ayaga iyo inta ku hoos noolba ama dalkaa ku noolba, maalinka dadkaasi ay soomaan ha la soomaan, maalinkay afuraanna ha la afuraan. masaa'ishan oo kale waa masaa'il fuqahadu ku kala aragti duwan yihiin. masaa'isha noocan oo kaleetana waxaa laga abaaraa in mar walba la ilaaliyo midnimada. midnimadii guud haddii la waayey, mid juz'i ah, midda qaybta ah in la ilaaliyo waayo. marka haddii dadkaasi ay israacsan yihiin iyo dowladoodii iyo isla soomaan oo isla afuraan, iyaga raaco insha allahu tacaala. nacam. baraka allahu fiika sheekhana. saa'ilkan lixaad wuxuu leeyahay, ruuxa haddii uu ismatajiyo waan garanayaa inuu soonku ka jabayo, laakiin ruuxii yalaa lagu qabatay kadibna ma tagay, mataga uu ma tagayo waxaa laga yaabaa inuu dhareer dib u liqo, maxaa yeelay dhuuntii ayaa qasbayso oo dib wax u dhunjinaysa, soonkii ma ka jabaya? mantaga sida xadiiska nebiga ku cad sallallahu calayhi wasalam, haddii uu ruuxu isagu iska keeno soonku waa jabayaa, sabab uu ruuxu leeyahay haddii uu ku yimaado. hadduu iska soo baxo oo uu mantagu iska yimaadana soonka ma jabinayo, sidaa nebigaa u kala qaaday sallallahu calayhi wasalam. hadduu marka ruuxu mantago, wuu yalaalugooday, wuu yaqyaqsaday, mantagii baa soo dhaafay, soonka jabi maayo. tayib, markuu mantagay kadib waxbaa ku noqday? waxa ku noqonaya laba mid waaye: wax afka yimid oo intuu soo baxay afka soo gaadho uu dib u liqay, iyo wax dhuunta ka noqday uu kala duwan yahay. wixii dhuunta ka noqday soonka jabin maayo, wixii afka soo galayna hadee caadatan ruux mantag afkiisa soo gaadhay ma liqo, wuu iska tufaa. laakiin inkiis haddayba dhacdaba inuu liqay wax afkiisa soo galay uu dib u liqo, soonku waa jabaya. su-aasha laakiin sida ka muuqata waxa weeye waa wax yacni dhareer ahaan oo cunaha ka noqday, hadduu sidaas yahay oo afka soo gaadhin, soonka waxba yeeli maayo. nacam. baraka allahu fiik. saa'ilka toddobaad wuxuu leeyahay, anoo markaa suxuurtii la ii soo dhigay oo luqmadii u horreysay qaatay ayaa la aadaamay, qiyaas intee la'eg ayaa la ii ogol yahay inaan cuno, mise saxankii buuxay waan dhammaysanayaa? xadiid baa jira. horta asalku waxa waaye, ruuxa
inta habeenku jiro ayaa loo ogol yahay inuu cuno oo cabo, sidoo kale galmada sameeyo. ثم أتم الصيام إلى الليل إلى هبينك لغا قاعد ينو صومنان مركا عمتدى أن لو أقلين وحوي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الفجر قرآن كوحو عدي هديب واقو بريو إن عمتدى لجوشيني أحاديث تفرح بدل النبي كالسوغان سيدا سيدنا تلماميسا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم إلا أو كآدم ننكي صلاة أو آدم صلاة فجر عنا أعب مركا آدم كهدو دعو وآدم كمعني سمحوه واجي وابري واه صوما وأوجيسين دتك الأوجيسين واجي وابري صلاة وقت يدو الجاري مركا نصوص القرآن كي حديث تبدن كيدو حيت المامي ساهديبة آدم كدعو إن عن تدل تشوشيني حديث باشر مركا صونا كوي أبو داود غير كي ودهايا إذا سمعتم النداء هدي آذان كمقشان مدكين ويلك كعنتي سكوتشر ويلك يصندقين إلى حاجدي سكرميست عديد قاسي مركا سحدي سي سجنانتي سنة هذا البضن باكوتشرا هدي السجنادنا تأويل كيسي معنيه سوا حاكوتشرا يتفسير كيس هذا البضن باكوتشرا سيدا سدرادت وحفي عن إن عبادة اللو تحدرو والروح بهدوب آذان كدعو عنتدو سكتشوش سداسا احتياطك يتحدرك كجرا والله أعلم جزيتم خيرا سائل كان سيداد وحولي هاي هدي لي روحي عن سنة بأسو مكرين وإنو أفريا مساكين هل هبين صدا مسكين ميان أفرين كرا صح ميا مسوا إن مال والبن مسكين لأفريو لوضع بوصمين كرا روح إن أد هالمر أنت أد مساكين رشين وصميسو أد عنا تلاهد وهذه اللي كرتها بيش آخر كذا إن أد ماني والبهال مسكين وحسيسان وهذه اللي كرتها لو ضي بنات إن أد رشين بسل بحسان وهذه اللي كرتها إن أد رشين عايرين بحسان وهذه اللي كرتها وهذا قي بيسو لكن مسألة إن لقو براروغا هو باهم باكرتو علماء دو بضان كود قبان salaada si wax weeye fidiyada soonka laga bixinayay ruuxa soomi kari waa fidiyada laga bixinayo waa inay ka dib dhacdo maalinka laga bixinayo iyada iyo fidiyadu waa inay fidiyadu dambeyso waay midalan maanta fidiyadeeda aad ka bixinaysaa maanta aad bixin kartaa عدات إلى في ديدي ما أنت شليبا بحنا يا لما أقولا عدات إلى ما المها صوص عد في ديدو ديبا هذا السيب بحنا يا لما أقولا ولما ضبطنا قصة سخرة سوت وحيليهن في ديدو وحاس سبب وأصون كي وصوبة صون كي ومال كي سي إيمان إنه السبب تي لهلين إن في ديدي مسبب كأهيد لبحيا يصح ما أبيليه ساس دردت بوح خلا ديليهن إن bisha oo dhan maalmaheeda fidiyadoodii hore in loo sii bixiyo ama maalma aan la gaarin in fidiyadiisa ruuxu sii bixiyo waa khald bi culimadu u badan yihiin ama u yara kaadi oo bisha markay dhamaato hal mar wada bixi ama maalin walba muxuu ahaayay fidiyadeeda bixi ama dhowr bari oo ku soo dhaafayba hal mar fidiyadooda bixi laakiin maalinka aad fidiyadiisa bixinayso waa inuu noqdo ama maalin jooga ama maalin la soo dhaafay naam بارك الله فيك سؤالشن ضد ضنبا سوقري طبعا وضمر وحلادة الشيخ وحنا هاي حاملو ما دام أنا سومي كرين تبميا كقل أيام سمسكين أيام قودين أيام نبي وحكى صلى الله عليه وسلم حديث كأنس بن مالك الكعبي عند أبي داود وغيره نبي وحور صلى الله عليه وسلم إلهي وحو كدتشي ضمر كنوتشين يكو أور كلبا صنك إلهي وكدتشي hadii marka soonku dhibayo ama iyada dhibayo ama ilmaha dhibayo way iska afurayaan labadooduba taan nascad baa ku soo arooray ha afureen markay afuraan kadib maxaa laga rabaa soonka bedelkiisa maxaa laga rabaa mas'aladaasi marka culimadu isku khilaafayaan ilaa afar madhabood bay isku khilaafayaan
waxayse u badan yihiin in ay qallaynayso maalmihii ka tegey. markay jaanisesho, ilmihii ay nuujinaysay, markay naaskeeda ka go'aan ama ay ka kaaftoomaan ama ay awoodi karto inay qallayso bay qallaynay. tii uurka lahayd markay umusho sidoo kale ay jaanis u heshay inay qallaysay qallaynaysa. qallahaasi raashiin ma la raacinayaa? madaahibta qaar baa qaba, laakiin wax nas cad ama laha in raashiin lagu daro la yidhaahdo qalleeya, haddana fidiya raashiin bixiya oo madhabka xanaabiladii shaaficiyada iyo qaba, laakiin aathaar baa kusoo aroortay mooyaane saxaaba iyo keyrkooda. xadiis ma laha, nas cad ma laha oo marfuuco nebiga ka sugan sallallahu calayhi wasalam. saas daraaddeed warka marka lasoo ururiyo waxa weeye ha iska afuraan, laakiin dib ha ka qalleeyaan. haddii soonku isgaadhgaadho oo dumarka qaar baa khayr qabalyaal ahoo sanadna way dhalaan sanadna way nuujiyaan, marka sanado fara badan buu isku gaadhgaadhaa, way adkaato marka inay qallayso, duruuftu ay u saamixi weydo ku adkaato. markaasi madhabka cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdillaahi ibnu cabaas iyo fuqahada qaar ka mida alimaam isxaaq ibnu rahwiya oo qabo cuntay bixinaysa, madhabkaasaa markaa looga qiildeeya. waa hadday markaa kari weydo oo ay ku bataan qalluhu ku bato, maalmaha lagu leeyay markay aada u bataan oo kari weydo, halkaasaa marka la marinaya raashiinay bixinaysaa. laakiin asalku waxa weeye waa inay qallayso, waa inay qalleeyaan maalmihii ka tegey. wallahu aclam. jazaytum khayran. saa'ilkan tobnaad wuxuu leeyahay, waxaa igu dhacay cudurka coronavirus, soona waa lagu jiraa, miyaan ku soomaa mise dib ayaan ka qalleeyaa? corona hadduu kugu dhacay, ilaah ku caafiyo adiga inta qaboba inta uu ku dhacayba, laakiin xanuunka xanuunada kale wuxuu kaga duwan yahay ma jire. daabitka loo dejiya waxa weeye xanuunka ku hayaay ma la soomi kartaa mise lama soomi kartid? haddaad la soomi kartana la soon, haddaadan la soomi karayninna faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar, waa iska afur kadibna ka qalleh ay markaa noqonaysaa. lama soomi kartid maxaa laga wadaa? ama xanuunkii baa kugu siyaadaya, ama waad xamili laadaho maba la soomi kartid oo ma xamili kartid, ama xanuunkaa siyaadaya haddii aad maalan aad soonto, ama inaad xanuunka ka caafimaadaa dib dhacaysa oo waqtibu kugu qaadanaya. haddii marka ay jirto duruufaha noocaas oo kale ah, maa jacala calaykum fi diini min xaraj, ruqsadaad marka qaadanaysa waad iska afuraysa. haddii xanuunka aad la soomi karto uusan dhib kugu haynina, la soon. wallahu aclam. jazaytum khayran. saa'ilkan ugu dambeeya wuxuu leeyahay, waxaa igu dhacay corona, dhowr usbuuc ayaan ka joogaa intaan ka yara bogsaday, laakiin sambabihii ayuu dhaawac gaarsiiyey, oo mar walba waxaan u baahanahay inaan biyo cabo, marka maxaa xal ah soomkii ah? saas oo haddaadan soomi karayn intii horey la mid ah, xanuunka raadka uu kaaga tegey ama sambabka ama unugyada jirka dhibaatada u geystay haddaadan la soomi karaynin, iska afur, kadibna goorta ilaahay caafimaad ku siiyo qallee insha allahu tacaala. kii hore iyo su-aashan iyo tii hore isku dhow yihiin, leanna xanuunku ama ha noqdo xanuunku ugu dhacay raad uu ka tago jirka ku sii laaban oo xanuun ah, ama markaa mid ku haya ha noqdo waa xanuun. man kaana minkum mariidan aw calaa safar ficiddatu min ayaamin ukhar, haddaad marka ka baqayso amaadan xamili karaynin, iska afur, dibna ka qallee insha allahu tacaala markaad fursadeeda iyo jaaniskeeda hesho. hada bilahi tawfiiq, sali allahuma wasalam wabaraka cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. subxaanaka allahuma wabixamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastakfiruka wanatuubu ilayk.